السلام عليكم. انا نهار كبير عندي هذا، بني حسيت براسي درت واحد المبادره اللي غيستفدنا بزاف الوليدات، وان شاء الله الوليدات هما غيكونوا مجتمع المغرب، وكنتمنى الناس محسنين يعني حتى هما يجيو ويديروا هذه المبادرات، ونتمنى الخير لكل واحد، والله يجيبنا في الصواب. هادشي اللي كان التكلفه ديال هذا المشروع ما يقارب 12 مليون درهم، وان شاء الله وقعنا اتفاقية الارض، لان اتفاقية الارض هي كانت خارجة على المبلغ ديال 12000 درهم، وهادشي اللي كاين. ما كانش عراقيل اثناء؟ لا لا الحمد لله، لا الكل باب دقيناه، تحل بوجه تحل، يعني فرحانين الناس. ساعة العمل تا هو ما قصرش، يعني كان من اول وحده اللي واقف معنا في هادشي باش يكون على ما يرام، والحمد لله كل شيء تيسر الحمد لله. وكنتسناو غير الدعاء من المواطنين يدعيو معانا، وهادشي اللي كاين. يعني علاش مقبض مؤسسات علميه؟ علميه الميزه دابا كما كيكون يعني المساجد كتبنى بكثره، فالمسجد يعني ممكن تصلي في دارك، ممكن هذا، وكتشوف البلايص كتلقى مسجد حدا مسجد، بلاصه حدا بلاصه. فعلاش الوليدات في الباديه علاش ما يلقاوش حتى المدرسه التعليميه الثانويه؟ لان كيدي بلاصه واحد تقريبا واحد 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر، خصوصا البنات غيكثر الاغتصابات، كيغسلوا المشاكل، الولد ملي كيخرج من الدوار ديالهم كيمشي مسافه بعيده كيتعرض، يقدر يولي يدير مخدرات يدير هذا. فاحنا نحاولوا نقربوا هذا الشيء، لان كنشوف الحمد لله وسيدنا تا هو كيزيد ياكد على التعليم، حنا غادي نورا سيدنا، واللي قال لنا بنا سيدنا كنمشيو وراه، حنا راه بإشارة ديال سيدنا.